نصيحة في دقيقة برعاية مخابر خاطر غازيس. احنا في رمضان عندنا عادة نكسروا الصيام بكاس البن ولا حليب والتمر. الوغ دابور على الحليب ولا البن، ان فيت واحد اللي ما عندوش لاتونسيون سي با غراف، سي بيان دو بروندر كاس تاع البن باسكو سا كونتيان دي بريبيوتيك مليح للمصران، مي ما تكتروش باسكو لو تكترو نون سولمون يجيب لكم الملح بزاف، سورتو واحد اللي عنده لاتونسيون ما لازموش يكثر من الملح وراح يدير لكم لي غاز، مي اون بوتيت كونتيتي نو جان با. والتمر، التمر علاش نكسرو بها؟ باسكو طلع رابيدمون السكر في الدم. بصح التمر سي ان فروي، وحنا موالفين نقولوا لكم لي فروي فيهم لو فروكتوز، اي بيان التمر فيها شويه لو غلوكوز كي فا لي ديريكتومون يطلع لا غليسيمي، دونك لا كانت لكم الفشله تروح توت سويت، اي لو ريست سي دو فروكتوز. مي يفو سافوار كو دو دات سي ليكيفالون دان فروي. اور القانون يقول المريض واللي ماشي مريض عندنا لو دغوا ناكلو زوج تاع لي فروي في النهار، اي لي فروي دونك سي فو بروني تحبوا ديروا السنه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم لا تاكلوا فردي، تقدروا تاكلوا وحده ويقعد لكم ان فروي ادمي بور لو ريست دو لا سواري، مي لو كان تاكلوا ثلاثه او يقعد لكم غير نصف الفروي بور لا سواري، لا كليتوا خمسه الوغ لا فوتوا القانون. سورتو لكان عندكم مرض السكري راكم فوتوا القانون.